منتصف الليل، مئة من جنود الاحتلال يقتحمون مدينة رام الله ويتوجهون إلى منزل عائلة أبو حميد. طردوا سكانه وأخلوا الجيران وزرعوا المتفجرات. أم ناصر ربة البيت المهدوم أضحت على ركام منزلها، وفوقه علقت صور أبنائها الخمسة المعتقلين في سجون الاحتلال. العدو حاقد، حاقد علينا، حاقد على هذه العيلة، لأن خبطنا عليهم، خبطنا على التانية وجيشنا التانية، وهم يهدوا وإحنا بنبني، كل ما يهدوا وإحنا بدنا نبني. جنود الاحتلال الذين نفذوا عملية الهدم غادروا مدينة رام الله بهذه المظاهر الاستعراضية. قوات الاحتلال الإسرائيلية نقلت المواجهة مع الفلسطينيين من أطراف المدن إلى قلبها في استعراض واضح للعضلات، رد عليه الشبان الفلسطينيون بإغلاق الطرق وبالحجارة. هكذا كان الرد الميداني على مقتحمي المدينة، بينما يعتقد آخرون أن لهذا التصعيد مآرب سياسية. إسرائيل تريد أن تكسر الموقف السياسي الفلسطيني الذي يتصدى لصفقة القرن ويرفض التعاطي مع الولايات المتحدة ويرفض التعاطي مع تهويد مدينة القدس ومع شطب قضية اللاجئين. التصعيد الذي تشهده مدن الضفة الغربية غير مسبوق منذ سنوات. الاحتلال يتوغل يوميا داخل المدن الفلسطينية في اعتداء على سيادة السلطة الفلسطينية، والمستوطنون يقطعون الطرق ويهاجمون القرى، والفلسطينيون يردون بمواجهات كهذه أو عمليات نوعية. عبد الحفيظ جعوان، العربية، الأراضي الفلسطينية.